باسمي الخاص ونيابة عن كل مكونات فريق النادي القنيطري للرماية بنبال، أود أن أتقدم بجزيل الشكر لزملائي وأصدقائي رؤساء الأندية على تنقلهم لهذه الأرض الرياضية الطاهرة مدينة القنيطرة. إن شاء الله غادي نتحدث بجوج ديال القبعات، قبعة ديال رئيس نادي القنيطري، واللي بها غادي نرحب بكل أندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرماية بنبال اللي جاوا يشاركوا في هذا المحطة الرابعة اللي كتشكل المحطة الأخيرة ضمن الموسم الرياضي لسنة 2021-2022. فكنسجلوا بكل افتخار واعتزاز مشاركة ما يزيد عن 71 رامي ورامية اللي كيشاركوا في صنف الكبار في الصنفي القوس المحدب والقوس التقليدي. فهنيئا لفريق النادي القنيطري ولكل مكوناته على نجاحه في تهيئ وإعداد هذه الظروف لإجراء هكذا تظاهرة رياضية، ولكن هذا لم يأتي بمحض الصدفة أو بمحض عمل فردي ديال النادي، بل جاء بفضل دعم عامل صاحب الجلالة على الإقليم ودعم السيد رئيس المجلس البلدي مشكور وكل مكونات المجلس اللي وفروا لنا كل ما تحتاج هذه التظاهرة من معدات لوجستيكية وإجراءها في جول احتفالي وطني كبير. وبالمناسبة تقدم بجزيل الشكر لكل فعاليات المجتمع المدني على المؤازرة ديال مدينة القنيطرة، على المؤازرة ديالهم والفرح ديالهم وابتهاجهم بإقامة هذا المحطة على أرض مدينة القنيطرة المدينة الرياضية بامتياز. ونحن فخورون بما سجله فريق المنتخب الوطني في فوتسال، وكان لنا شرف حضور يعني الحفل التكريمي الذي أقيم على شرفهم بعمالة مدينة القنيطرة لترأس السيد عامل المشكور اللي احتفلنا بهم للمرة الرابعة على التوالي. ونتمنى دوام الاحتفال للرياضة المغربية على جميع بجميع أنواعها، والقوس والسهم على الخصوص بمدينة القنيطرة. وشكرا لجريدة الفجر ورئيسها الأستاذ سي محمد وكل أطقم الصاهرة على هذا المنبر الإعلامي، حقيقة اللي كان بالنسبة لنا احنا إضافة نوعية على المستوى المدينة أو على المستوى الوطن ككل، الذي يتحدث بجرأة ومصداقية وثبات لهذا للإعلام المطلوب. فشكرا لكم على دعمكم وحضوركم وتغطيتكم لهذا الحفل الرياضي، وشكرا جزيلا.